بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد. أحد إخواننا من أوروبا قبل قليل أراد جوابا عبر الإنترنت حول هذا السؤال. قال: تزوجت أختا من المغرب ثم ذهبت بها إلى أوروبا ولا أسمي البلاد، وهنالك إن شاء الله تعالى كان يقوم بدور الزوج ويؤدي الحق الذي افترضه الله عليه تجاه زوجته، فخيركم خيركم لأهله، ويحاول أن يطيع الله تعالى في التقرب إلى زوجته بكل ما شرع الله سبحانه. ثم رزق بنتا. الآن هذا الراجل هذا وقعت أزمة في هذه البلاد، هو عنده صنعاء، فأراد أن يعود بإذن الله تعالى إلى بلاده ليفتح ورشا صناعيا، لأنه مؤهل وجمع فليسات، يريد أن يعود بالزوجة والبنت إلى البلد ثم يفتح ورشة صناعية ثم يعيش في بلده. فمن سعادة الإنسان في الدنيا أن يكتب الله له رزقه في بلده، هذه من سعادة الإنسان أن يكون رزقه في بلده، ما يسافرش عليه، يجيب له الله حتى تما. فأخبرها هذه 6 شهور ويهيئها نفسيا أننا بإذن الله تعالى سنعود إلى البلد وغد يكون أحسن من هنا، والدعوة كان هنا أزمة، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. فكانت توحي إليها أنها موافقة، لكن في سر كانت تقوم بعمل من أجل أن تبقى هناك. من اللي قال لها بقات 15 يوم؟ كانت وصلت للسلطات وشكات به وقالت لهم أنا ما نوليش معه، غادي يديني تما. وزاد مشات شكات بها عاودك للقضاء وقالت لهم هذا راه غادي يديني تما وغادي يضربني، وراه يضربني هنا وراه يدير لي هنا وراه يدير لي هنا. وهما هذوك الدول بسهوله يوفرون للمراه التي تشكو زوجها هناك، خاصه المسلمين، لان المقصود تاعهم هما هذوك الوليدات، وما عندهمش الغرض باش المسلمين يبقاو فما كاع مجموعين. فاخذوها وداوها للخيريه وعطوها ان شاء الله تبارك كل شيء، والان يردوا فيه هو العيب. والسؤال ديالو الآن إن شاء الله تبارك هو إلا هو ولا البلاد واسمح فيها، هل يتحمل المسؤولية على هذاك الوليد ولا البنية اللي داوها هذوك الناس وغادي يربيوه هذوك الناس، ولا كيفاش؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحانك. حنا دائما كانوا يقولوا للناس من يكون غادي يتزوج، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، لا المرأة ولا الرجل، نقول لهم أخطر خطوة في مسألة الزواج هو اختيار المرأة الصالحة، واختيار المرأة الصالحة للزوج الصالح. والصلاح هنا معناه الاختيار على أساس الدين. إذا اختارت المرأة الصالحة راه تعرف اللي بينها وبين ربي. لو أن هذه المرأة كانت ممن يفهم الدين حقا لعلمت أن الزوجة إذا تزوجت وجب عليها، أنا كان أقولها أبغى تسمع ولا قاعد نسى، وجب عليها أن تتبع زوجها حيثما ذهب، بل إن نفقة الزوج على زوجته متعلقة بمدى طاعتها لزوجها، وخاصة في مسألة الانتقال، إذا انتقل إلى مكان آخر فلا بد أن تنتقل معه باش تكون عندها الحق باش ينفق عليها. لو كان كانت مؤمنة ولا من نقول مؤمنة ماشي معنى راه كافرة، لو كان كانت الإيمان تاعها قوي وتعرف بينها وبين سيدي ربي سبحانه عز وجل أنها خصها تتبعه. هو كيقول لك أودي ما بقى فما تيسير، وحتى الدين ديالنا في خطر، وحتى الوليدة التربية تاعنا حنايا ماشي مطمئنين إلى تربية جيل مسلم في هذه الأرض. علاش؟ لأن ضعاف، ولأن وليداتنا كيديوهم نعاني مطرنيتير تاع هذوك، ولأن يغريوهم وغدا من غدا يكبروا بعاد علينا وبعاد على الدين ديالنا وما يتكلموش باللسان ديالنا، المهم غادي يوليو غرباء كما نشاهد في أجيال ديال المسلمين. إذا الآن هي رفضت ذلك فهي عاصية. العصيان الثاني أنها كانت تقول لي غادي نمشي معك وهي كانت تخدم في السر، هذه ليس من أخلاق المسلمين، ما نمشيش. كيفاش انت كتقول له غادي نمشي معاك وانت والعياذ بالله تخططين لامر اخر؟ هذا كيد، هذا الكيد خصك ديريه مع العدو، اما هذا زوجك
أتكيدين للزوج؟ قولي ما نمشيش باش تو يبدل الفكره نتاعو ويشوف واش مكاين. ما نمشيش ما نمشيش من اللي جات باش نمشيو. لا لا انا راني مشيت وراني شكيت. ثالثا لما شكيتي شكيتي لهذو ومشيتي عندهم اثرت هؤلاء على زوجك، ملتي مع هؤلاء لزوجك، لا حول ولا قوه الا بالله. فكانت معصيتك اولا انه كان يجب عليك ان تنتقلي معه، والمعصية الثانية أنك كنت تمكرين في السر، والمعصية الثالثة أنك ارتضيت أن تنحازي وابنك إلى أولئك وتتركين زوجك هكذا. هذا هو الدين، هذا هو الزواج. تزوجنا على هذا الشيء ماشي تزوجنا على الدين. ماشي أنا تزوجتك باش تكوني زوجتي في الدنيا وفي الجنة. بغيت تقاطعي معايا بعدا في الدنيا والولد ديالي دي كي غادي ندير له؟ قال كي غادي ندير للولد ديالي؟ واش غادي دير للولد ديالك؟ انت ستعود الى البلاد وما غاديش يعطيوك الحق، واللي يخدم في بلادك. واجأر الى ربك ان يحفظ ولدك، فان الله حافظ اليتامى بصلاح الوالد، فقال وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك. فالقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. اذا صلحت علاقتك مع الله وكنت ممن يجأر الى الله في اوقات الاستجابه، فان ربك سيتولى رعايه ابنك كما رعى الله تعالى هؤلاء وكثيرا منهم لصلاح آبائه. مش نقول لك انا غادي تسمح فيه، هذه مساله بينكم. ثانيا دير مثلا مسائل تاع الحق تاع القانون باش تجيب باش تحاول تجيب ولدك، وما تقطعش العلاقه مع ولدك. بقى تنفق عليه سيدي الى قدرت تنفق عليه، وتكون عندك تواصل معه، لان التواصل وسيله لكي يعرفك وما ما يكبرش وانت غريب عليه ويسمع منك كل مره. اذا خصك تتواصل معه، ولا صبت كاع كي دير باش تحكم عليها وتدي ولدك، فانها امراه لا تصلح اما تربي الولد، لان هذه الزوجه التي تركت الزوج على الدنيا ماشي على هذه لا تستامن على تربيه الابن على الدين، لان انحازت للدنيا. لو استطعت عبر القانون ان تحصل على حكم باش تدي ولدك فذلك افضل، تربي ولدك حذاك. هذه كلمة للأخ، وصلى الله على حبيبنا.